بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الحلوين، متابعينا من داخل مصر الخارجية. هنأخذ فيديو إن شاء الله تقنية عن أسعار عجول القاني من داخل محافظة أسوان مركز دراو 5/3/2024، وداخلين على ايام مفترجه، ايام رمضان، شهر رمضان مبارك، عاده الله علينا عليكم باليمن والبركات. صلى على الحبيب المصطفى. صباح الفل. كم بالصلاه على النبي؟ 31 بالصلاه على النبي، الله اكبر. اول عيد ناقص 3000 بالصلاه على النبي، صح ولا لا؟ ناقص 3000 من السوق اللي فات. انا عارف اقول لك ايه، الصلاه على النبي، الله اكبر، الله يرزقك ان شاء الله. 31. صباح الفل يا خالو. كم ده؟ كم ده؟ 30000. صور يا عم، ما الصور اللي جاب القلبان كله ده؟ خد كم بتاع القلبان انت؟ يعني بقيت من ال كم ده يا خالو؟ 23. الصلاة على النبي، الله أكبر، الله يرزقك يا خال. صباح رضا. واحد معترض على التصوير بيقول التصوير جاب القلبان. صباح رضا. رح يا ابو 37 بقى ب 9.5. كان في 9.5، 29 ونص، 29.5 ابو 37 يا حبيب. بالصلاة على النبي، الله اكبر. عضو معدل يا حاج. هو كان يسواله يعني حزب الثلاثة 35. كان 29 دلوقتي؟ 29.5. يعني السوق ناقص النهاردة كام؟ كثير يعني كثير، من غير ما تقول. من غير ما اقول؟ أي، الله يعوض. 10000 زي ما تقول يا حاج. الله يعوض. 29.5 كان يعدي اخواننا 30 وكسور ده. اللهم بارك، الله يرزقك ان شاء الله. اول واحد تاجر بيقول السوق النهارده فيه ضياع. صباح الفل يا معلم. كم بالصلاه على النبي؟ 26. لا لا، صار فيها هزه النهارده. الله اكبر. السوق ايه؟ فصل 24؟ 26 الصبح ودلوقتي فصل 24. حسب الرؤية ما ظهرت في السوق. صباح الفل يا رجال. بقول لك الحمد لله، الحمد لله. تعال تاني بيها. صباح الفل يا عرب. وين الهدف ده؟ يا راجل اتفرج. كام ده يا معلم؟ 20000 يا معلم، والله العظيم ب 28000. ب 28؟ ثواني، دقيقة، أنا أكلم الراجل وأرجع لك. بيشتروا فلوس ب 28؟ لا لا، يبقى روح مكانه. صلى على النبي عليك. هذا ده كام يا معلم دول؟ كم دول بالصلاة على الحبيب المصطفى؟ 25. ده 25؟ 23 عم واصل الماكله. انا عارف انه 23 يا حاج والله. بالصلاة على النبي، ده كم؟ هذا مستمع. 23 بالصلاة على النبي، الله يعوض يا حاج. ربك كريم. لا ربك كريم على التجارة كده، عاد حاج يوم طالع يوم نازل. ما الغلا برضه اللي كان ماشي ده كان وحش. يا عمي يعوض ربنا يا حاج، يعوض ربنا، صاحب العوض موجود. الله، التجار بيقولوا في خسائر كثير. اول سوق يا اخواننا يطقطق، والتجار بتقول يا رب. ونخش على عم علي مقيم السوق. صباح الفل يا عم علي، ليه رصيت البهايم كلها في السوق هنا عندك؟ يا عم علي صل على الحبيب عليه الصلاه والسلام. ليه رصيت بهايم السوق كلها عندك؟ دقيقة، ليه رصيت بهايم السوق قدامك كلها؟ السوق ريح، ناجبه ما شاء الله. طب نجيب من وين احنا دلوقتي؟ طب عديها كده، خش. لا مش عدعد، لا برا الوسط. عطيني شرب بهايم غلية، البهايم اتباع بسيطة. طب البهايم نزلت هاي، يلا. البهايم نزلت. صباح الفل. 22 الحلال. ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر. وانت طيب يا حاج، وعيد علينا وعليك، داخلين على رمضان. مرحبا بغلاء اسوار بلد. حياك الله يا عمالي. نبتدي بالاسعار بالصلاه على النبي من اليمين للشمال. شاور كده. الشمال اللي حاجه الحبايب. ماشي. صلي على الحبيب قلبك دي. حاج بقى ب 23. فينو؟ 23. ب 24 و400. بالصلاه على النبي. 24 800. كم؟ 24 ثواني يا عم مالك.
24 وكم؟ 200 ها؟ بطش الجاموس ب 15 و 500 عليه الصلاة والسلام. ها 15 و500 24 و 200 ها 24 و 800 ها 24 و 400 23000 عليه الصلاة والسلام. تين 11 5 2 4 2 8 1 6 3 وعلى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. خير ما ذكرت يا عم علي، اللهم صل وسلم على سيدنا. أخي في السوق ما شاء الله. كم يا حسن ده؟ 26. بس عجل الله اكبر، عجل حلو بصراحه حسن ما شاء الله. 26 لا عجل حلو بموارد الله كان، بس انا بقول لك عجل حلو بموارد الله. حافظ حقه برضه، امين يا رب. صباح ورضا، الله يرزق العباد ويصلح حال البلاد. كم دول عمده؟ دول 59 59 العجلين دول بالصلاة على النبي. حبيب خلاص، اللهم صل على رسول الله. ما شاء الله، صاحبه بالصلاة على النبي يا غالي. دي لهم خطوة كده زي اخوك 59. ما شاء الله، ده يزيد ولا ده يزيد؟ ده يزيد. دلت ولا يزيد؟ 30 و29. ما شاء الله تبارك الله، يرزقكم ان شاء الله يا عرب. الله يرزقكم بالصلاة على النبي. صباح الرضا. كم بالصلاة على النبي يا سيد اخوك؟ وحده 20 بالصلاة على النبي. الله أكبر. كم يا عمدة؟ كم ضبط؟ 21. قاعدين جنب بعض أنتوا، ونسين بعض. 42000 اثنين دول، الله أكبر. 21 و21، الله يرزقكم إن شاء الله. الله يرزق العباد ويصلح حال البلاد. صلوا على الحبيب المصطفى. أقول كم بالصلاة على النبي دول؟ 170. يعني ما تفصلوش؟ ما تفصلوش؟ السوق النهارده واقع بالصلاة على النبي. الله يعز. صباح فل. كم العجل يا اخواننا؟ الله فصال فيه. كم فصال ده؟ هو عجل قديم. 28 ونص 29. يعني 28 29 بالصلاة على النبي، الله يرزقكم ان شاء الله. هو عجل قديم، اللهم بارك. الناس المحترمة. الله يرزق. برضه يا غالي، برضه الحلو ده ما يصورش. كم الصلاة على النبي؟ 34 ونص، اللهم بارك. اغلى عجل قبلته لحد دلوقتي هو عجول القاني. 34 ونص ما قربش عندك الغلا، اكل رخاء. السلام عليكم. 34 هو عجل حلو، الله اكبر عمري. 34 ونص، الله يرزقك ان شاء الله. صباح الفل. انا تبع حياه كريم. حياه كريمه؟ انفجار. انفجار. والله انفجار. انفجار في الانخفاض ولا بال مطلق فترات انهيار. انهيار؟ والله. لا صار هو كم يا معلم؟ في زمتك تسالني. اسالك كم طبيب؟ 64. الاثنين؟ ايوه. انا بدك رجل. يا رجل اكون بكم؟ 70. ما شاء الله تبارك الله. يا توني. 64. 64 يا بلاوي. ما حدش باص عليهم؟ والله ما حد سال عنا. الله يهون رزقهم يا سيد اخوك، ربك رزق. يا راي. اخوانا زي ما انتم شايفين السوق الله اكبر مليان والسوق طافع والناس. ربنا الله يعوض، ربنا يجبر ويجمع حق الناس. ربنا يسترها معانا وعلينا. امين يا رب. يا رب. ويرزق الجميع ان شاء الله. 5 مليون صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. وقليل على الحبيب المصطفى، عدونا عرب بعد زوكم. صباح الفل. عدي كده بس صعبه. تفضل يا باشا. كم العجل الحلو ده؟ العجل ده يا شيخ العرب والله صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. 30 و32. بيعوا شيرة، احنا نقول بيعوا شيرة. بيعوا شيرة؟ 30 و32 صلى على النبي. ما صاحبها. صاحب الراجل الطيب ده. الراجل الطيب. عليه الصلاه والسلام، خير ما ذكرت. اشتروا فيه من 30 ل 32. من الله. من الله. بس السوق النهارده ما فيهوش 39 يا غالي. راجل على الله يا راجل. ما شاء الله، من الله يرزق الجميع. الله يرزق العباد ويصلح حال البلاد، صلى على الحبيب المصطفى. كام يا عمده ذا؟ اسمع انه في 37. ماسك سعري ده بالصلاة على النبي. كم الجوز اللي ماسكهم دول؟ 65. فصلوا 65؟ بس عجلين حلوين والله. بعشرة. بعشرة؟ 65. 65 ده يزيد اللي على يمينك صح؟ 65. سوق زحمه يا اخواننا، والناس نفسها جدرانه من ايه؟ من الغلاء. بالصلاة على النبي، من الرخاص. من الرخص، من الرخص، معلش. الغل الغير معلوم. بالصلاة على النبي، 65 العجلين الحلوين دول. الله يرزقك يا عمده. بالصلاة على النبي، السوق قاعد بهايمه وقاعده زي ما هي. ما فيش صاحب النهارده، الناس ايه؟ قلقانه كلها من الاسعار.
ما شاء الله تفصلوا 65 ما شاء الله تبارك الله يوزنكم صباح فل قدو كم دو ديلي 15,000 طيب ب 20 تبيعوا ها ب 20 5000 عرب عد الفلوس ولو لو طلعت ناخذهم منك قدام السوق ايوه على طول لو طلعت من جيبك اخذهم منك ايوه الراجل لو اعترض بيقول سديته بيتنا مسك لك عجلين 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 وسدوا بيتنا هناك لمين 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 بنوديها لمين بنوديها لغايه النعاس الصور طب وين المشكله يعني الراجل مش براعيك خلت على يا عبدو ايه اخبار السوق؟ ميه النهارده؟ ما شاء الله كم دول اللي معاك يا عبدو؟ والله البان دي بار لا السوق النهارده ناقص كام يا عبدو؟ والله 3000 الاجل 3000 من 3 ل 5 الاجل اه من 3 ل 5 والصلاة على النبي عليك الله يعوض على الناس الرخاء عمار البلاد الرخاء عمار البلاد يا راجل معلش يا اولاد الحبيب الرخاء عمار البلاد والصلاة على النبي عليك والسوق عمران زي ما تشوفوه وفي ناس اخواننا يعني متضايقه شويه من ايه من الرخص ده لانه ده خراب يعتبر برضه في ناس شاليه بالغالي قضيه اي والله وتلاقي تبيع بالرخيص ففي خساره وربك يعوض على الجميع خساره كثيره قوي والله ربك يسترها ربك يسترها ربك كريم امين يا رب ماشي كم دول معاك يا خالو؟ من الخميس ما حد اشترى من الخميس ما حد اشترى؟ الله يعوض عليك ويعينك عوض جواب ما شاء الله بفتح النت ما بلقاهاش لا تلقاه النام يجيب عليها كم دول هنا؟ الخبر يزداد السوق وين يا سليم؟ كم دول يا عمده؟ والله كيف واحد 30 متر ومعي 3 بامانه ربنا كم؟ ضرايب ده مصيبه ده يا ابو دقيقه سنة عليك لا خليني اجيب صورتك دقيقه وانت صورتك انت صورتك صورتك انت اجيب لك ضرايب اجيب لك الراجل ده اخبار اخوان اكبر تاجر في السوق الضرايب الحقوه اجيب اسمك بالرباعي كم دول بالصلاه على النبي؟ 30 30 ساعه قريب برضه ال1000 قريب لسه جاي ورا لا لا ان شاء الله بس ال1000 قريب يا اخي قريب بيشتروا ب 30 فلوس و30 بيشتروا ب 29000 وال1000 قريب ربنا يعوض يا غالي السلام عليك ليه زعلان يا ولد عمي؟ زعلان 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 بيقول لي ب 22 كم هو فلوسه بملا حلال ربنا والله ابن البيت جاب كم اتفصل طب اخر ولا اتفصل لسه دفع على لا عادي بيع وشرب ما تزعلش منه انت قول الله يفتح الله ويرزقك ربنا والصلاه على النبي لا هو العجل حلو بما يرضي الله اخوانا الحق اتقال عجل الله اكبر يسوى اكثر من الكلام اللي بنتوا بتقوله ما شاء الله ما حد اشتري فيه اللهم بارك الراجل بيشتري بيقول لي ب 22 ايه اقول له ثاني؟ قول لا اله الا الله ما يحول له ثاني الصلاة على النبي والله ولا لسه بعيد مصر بعيد يا احمد ما شاء الله تبارك الله الطوالة قاعدة من فوق عجلة حلوة الله أكبر هو بصراحة يا إخواننا بيشتروا بيوسف 27000 الطوالة قاعدة يقعد سنة اثنين ربنا يعوض عليك يعني قاعد بالصلاة على النبي الدنيا أنت هيك مش بسوق الصلاة على النبي الصلاة على النبي الله أكبر الأسعار ريحت يا إخواننا وصول كم يا عمدة دول؟ والله ما اعرف الها عدد لا اعرف عددها موجود عند ربك ان شاء الله كم دول؟ ديل اللي عليهم محصلات فيها كم تفصل عندك في السوق؟ ذاك حاليا 59 59 وفلوسهم على ربنا كم؟ فلوسهم 32 ونص 62 ونص واشتروا فيهم ب 59 4000 في نقص جامد 4000 الله يعوض عليك يا غالي عارفين نعمل يعني على الله صعب العوض موجود الله يرزق العباد ويصلح حال البلاد صلوا على الحبيب المصطفى